امرأة أجهضت منذ 3 أشهر وينزل عليها دم باستمرار، قطع يوما أو يومين ولا أدري كيف أصلي. دم النفاس لا يستمر 3 أشهر يا إبراهيم ابن كامل، فينظر إلى الدم الخارج فيبدو أنه حصل لها استحاضة. ينظر إلى الدم الخارج، إن كانت تعرف تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة فتبني على التمييز. ما كانت تسأل طبيبة، بارك الله فيك.